تعرف إنه غرورك رح يجيب لك مشاكل يا سيد شوريا؟ للأسف إنك لهلأ ما عم تتغير، وهالغرور بشي يوم رح يعلمك. حبيبي روق شوي وما تضيع وقتك عليه. تعرف إنه هالناس رح يندموا كتير، وبعدين هن بيقولوا ليش 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 وبيصيروا يبكوا. ما بهم قديش حاولت معه، لأنه مستحيل يفهموا عليك شي. صح حبيبي؟ اسمعي، من حسن حظك إنه أمي ما تأذت، لأنه لو أمي تضررت بسبب هالحبيب السابق فوقتها صدقيني كنت ما رح سامحكم. بتعرفي شو بساوي؟ وقتها كنت بدي جيبكن من تحت سابع أرض. شوريا تعا خلينا نروح. استني بس دقيقة، هلأ انتي ليش؟ ليش عم بتمثلي عليه هون؟ شوريا شو قلت هلأ؟ هو بيكون حبيبي؟ اي صح، هو بيكون حبيبي ونفسه زوجي السابق وحبيبي الحالي. وانت مين بتكون لحتى تيجي تقلي يلي لازم اعمله ويلي ما لازم؟ شوف انت بس بحق لك تعطي اوامر بشغلك. مو مضطر اقول اي شيء هلا، زوجك محبوس بالسجن وانت عم تتسلي هيك سهراني هلا مع رجال كان زوجك. غريبه، شو ما عندك ذوق؟ انت كيف بتتجرأ؟ اوعك تعيديها، لانه انا اذا نزلت هلا لمستواكي البشع هاد رح ارميكي برات البيت مباشره. وانا رح ورجيك شي يوم مكانتك الحقيقيه ورح خليك تندم على هالشي. خلاص اتركيه اتركيه، روق صديقي روق. اذا انت ما بتسهر ما بيعني تعصب، بالنهايه عمرك ما رح تصير مثلنا، ومع هيك بظن انه كتير بترتاح لما تشوفني، مو هيك؟ ها؟ لا انا مو مثلكن، وانت ولا شي بالنسبة لي، ومنيح اني مروق شوي هلأ، وقال لك انت ورجيتك قيمتك. روح نام يا شوريا، انت بحاجة انك ترتاح، ولا تنسى شغلة كمان، إنك تقرأ جريدة بكرة الصبح، لأنه رح أنشر لك شي مميز. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. سلام. سلام. بعدي لي هيك. شوريا؟ شوف هون، هاي جريدة اليوم، مطعم فيوجن، شوف التصميم، كل شي فيه نفسه، هو عم يعمل بالضبط مثلنا، كيف بيقدر يعمل هيك؟ وما تنسى شغلة كمان، انك تقرأ جريدة بكرة الصبح، لأنه رح انشر لك شي مميز. هاي المفاجأة اللي كان عم يحكي عنها مبارح رح خليه يندم. شي بيسلي؟ بيسلي؟ انت جنيت شي؟ نحن كنا بدنا نفتح نفس المطعم وهيك فكرتنا سرقت يا شوريا، فهم علي؟ ليك راجيف، الأساس بالمطعم هو بالشيف، رح نفتح المطعم لأنه حتى لو فتحه ما بيهمني، بدنا واحد بالمطعم بس يكون أحسن طباخ. بتدور عليك، بدك تلاقي لي طباخ متميز. شوريا أنت في ببالك نفس الاسم شي يلي هو ببالي أنا؟
اسم؟ مين؟ معلوم؟ مهيك؟ لا 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 راجيف، رجاءً ما منقدر نخاطر، لأنه هي مسؤولية كتير كبيرة، بدنا واحد محترف أكتر منا. شوريا، مهيك بنظري بنت كتير محترفة وبتعجبك كمان، لأنه هي مميزة وبهذا الوقت هي أفضل حل لإلنا. يلا شوريا، ما عاد تفكر، يلا امشي نروح. مهيك منيحة؟ ايه ابني، ما بعرف شو بدي قلك، حتى اني بصراحة لا رجاء، كل شي صار ما عاد نحكي فيه ابدا بقى. استاذ من فضلك دوق من هي، مهيك ساوتها الصبح، هي سمبوسك. وقلي شو رأيك. طيب وين مهيك؟ ما بعرف، راحت من الصبح بكير، توقعنا انها بدها تغير جو شوي بعد يلي صار معها. حلو، طيبة، هذا هو شغل مهيك، بتحضر دائما أكلات مميزة، مهيك كتير شاطرة. نحنا بدنا نحكي بكم شغلة مع مهيك، بس بتعرفوا شي إنه إمتى هي رح ترجع؟ مرت عمي. مرت عمي. شو في بنتي، شو بكي؟ اسمعيني شوي. شو؟ في أخبار كتير حلوة. انتو هون؟ منيح انكم اجيتوا، كان معك حق، حكيك طلع مزبوط. وقت قلتلي انه انا لازم شد حالي واشتغل فورا. يعني شو يلي صاير بنتي؟ مرت عمي انا دورت على شغل ولقيته. ياي، بهالمناسبة لازم نحتفل. اجاني عرض هلأ، فقلت لحالي اتصل فيك ولا أجلها لبعدين، بس قررت فاجئك. ممتاز، مبسوط من شانك، بس وين هالشغل هاد؟ هو صاحب فندق كبير كي دي شوري، فتح مطعم جديد بالمدينة اسمه لوكاست، وأنا مساعدة طباخ فيه. أهلا وسهلا فيكن، تفضل دوق هالحلو. مرت عمي هو شاف كل حلقات برنامج الطبخ وتذكر كل طبخاتي كمان. استاذ انت اللي شجعتني اني كمل حياتي وقلت لي بلشي من جديد، وحصلت على هذا الشغل هلا بسبب ثقتك الكبيره فيني، عن جد شكرا. ما رح تشتغلي فيه مهيك. شو شوريا؟ شبك ليش هيك ساكت؟ استاذ بس شو السبب؟ أنا ليش ما بقدر أشتغل؟ لأنه أجينا لهون حتى نعرض عليك تشتغلي بمطعمنا نحن، بس ما هيك؟ إذا أنت كان بدك شغل على القليلة كان لازم تتصلي بالأول فيني. تعرفي مين كايدي؟ هذا منافسنا. ما هيك؟ انتي يا بنتي صرتي واحدة من عيلتنا نحنا، معقول تقبلي بهذا الشغل؟ ما هيك اسمعيني، اتصلي فيه بنتي وقولي له انه لا. ايه مرت عمي، رح دق له تليفون فورا. ما هيك ما رح تعملي اي شيء. بس ليش؟ اسمعني استاذ، انا عن جد ما كنت بعرف انكم جايين لعنا وعم تفكروا تعرضوا علي شغل، عن جد لو كنت عارفانه ما كنت قبلت فيه. ما هيك اهدي، بهذا الوقت ما رح تتصلي باي حدا. بس شوريا انت ليش هيك عم تتصرف؟ اولا انا ما بحب الاذى، مو من صفاتي، وثانيا ما بيهم قديش كيدي بده ينافسنا بالسوق، بس المهم انه نحن بالاخر اللي نصير الاقوى،
هذا هو الحل الوحيد، هذا أفضل خيار بهذا الوقت. مجموعة كي دي كتير مشهورة، وطبعاً بالنسبة لمهك هذا أفضل خيار حالياً. علاقتنا بكي دي مو منيحة، بس ما لازم هالتنافس يأثر على حياة مهك أبداً. نحن مالنا أنانيين. خلص روحي مهك، وصدقيني الشغل عند مجموعة كي دي رح يكون منيح لك، وأنا رح كون معك على طول. وإذا حبيتي تغيري شغلك بشي يوم فقولي لي بدون ما تترددي، ورح كون جاهز. وهلأ إمتى دوامك؟ بكرة. أي ألف مبروك. رمي من إيدك فوراً. أنت جنيتي شي نهال؟ مو أنا جنيت. شوفي حالك، كيف بتتركي شوريا كنا حتى تشتغلي مع شخص عم بينافسه؟ بس نهال، شوريا هو اللي طلب مني أني اشتغل معه. أختي، أنت بتعرفي شوريا كنا منيح، بعدين ليش ما عم تفهمي شوفي بعيونه؟ أختي، في شغلات مو سهل تنقال، ولازم نحنا نفهمها. وصدقيني أنا شفت بعيونه هو بده ياكي تشتغلي معه. ليكي نهال، أنا شخص ما بيفهم بهاي الأمور أبدا، أنا ما بعرف إقرأ عيون العالم، فهمتي علي؟ أوف شبك، ما بعرف ليش لازم الواحد يفهمك كل شي عم يصير. بتمنى لو كنتي واعية شوي. ما عاد دخلني. لحظة، بس يعني هو ليش ما قال لي شي؟ المهم انه يعطي اوامر. انت رح تنضمي لمجموعة كايدي، فهمتي؟ على طول بضل مع الصيب. بنتي مهيك، انا عم ساوي لك اكل بتحبيها، قومي معي، بدي تساعديني بالشغل شوي. مرت عمي، أنا لازم أروح بسرعة. أنت شبكي اليوم؟ شو مشكلتك؟ من الصبح مشغولة. شغلك بكرة، لوين رايحة هلأ؟ مرت عمي، الموضوع كتير مهم، ما رح طول بوعدك. لسه ما حطيتها؟ يلا بسرعة. انتبه،
اوعك تعمل هيك شي مرة تانية. بدك تغطي هذا الثقب. بدي كل شي يكون مزبوط. وقف، هاي المراية نوعيتها كتير سيئة. أنسي شارما، خير؟ شوفي، قصدي هلأ كنت عندكن. خير، ليش اجيتي؟ تعودتي انك تكوني جنبي؟ انت عن جد بدك يعني اشتغل عند مجموعة كيتي؟ جاوبني، انت عن جد ما بدك يعني اشتغل عندكم؟ آخر دقيقة سألتيني إذا بدي إياكي تشتغلي عنا ولا لا، وأنا رح جاوبك. أنت يا مهك بتعرفي منيح أنا شو بدي. آخر دقيقة سألتيني إذا بدي إياكي تشتغلي عنا ولا لا، وأنا رح جاوب. أنت يا مهك بتعرفي منيح أنا شو بدي. خلص تركني بحالي، أنا ما عاد بدي أفكر فيك. بترجاك روح، ليش ما عم اقدر وقف تفكير فيك؟ انا بدي نام وبس، بكره اول يوم لإلي بالشغل. ما تفكري فيني، يلا روحي نامي. لا مو معقول، كيف عارف انه انا عم فكر فيه بهالوقت؟ هو مو طبيعي. ما تضيعي وقتك بكتابة الرسائل وحذفها. كيف عرف بهذا الشيء؟ هو بيعرف بالضبط أنا شو عم ساوي. Thank you.
المدينة القديمة؟ مو سهل إنك تتجاهليني بهالطريقة. أنا ضليت عم استناكي طول النهار هون وإنتي. وليش بقى؟ أنا قلت لك هذا الشيء. اترك إيدي، اترك إيدي، يلا بدي روح على البيت. أنا ما رح كون مبسوط إذا ما خليتيني وصلك. اسمعني، أنت شو اللي صار لك من مبارح؟ وقت اللي إجيت لعنا على البيت قلت بوضوح إنه أنت ما بدك ياني إني اشتغل عندكم، وبالمطعم كنت عم تحكي معي بطريقة غريبة، يعني مثل كأنه ما عندك فكرة أبداً. اسمعني، بترجاك حاش تحكي بالألغاز معي من اليوم ورايح، وهلأ لا تواخذني، أنا بدي روح. ليش؟ الكل بدهن يروح، أنت بدك تروحي وأنا بدي روح وهو نفس الشيء بده يروح. بس بالأول أنا بدي شربك قهوة. لا، أنا ما بدي أشرب قهوة معك، وكمان ما بحب القهوة. طيب مو مشكلة، بجيب لك شاي، لأنه ضروري كتير أعرف كيف كان يومك الأول بالشغل الجديد. ليك، أنا عن جد لازم روح، كتير تأخرت. شو بيهمك كيف كان يومي؟ حابب أطمن عنك. يا أنسة، بدك تركبي ولا بدك تروحي مع الأستاذ؟ خلصينا. أنت ممكن تسكت؟ إيه جاية، استنى دقيقتين. وأنت، قصدي أستاذ، لا تجرب تلعب معي بنوب بس لأني مو مرتبطة. كمان أنا ما رح روح وأشرب معك قهوة، فهمت؟ بتعرفي شو؟ في شغلات ما بيتعبر عنها بالحكي، ببساطة بتنفهم لحالها. لهيك بدي تفكري، إذا درتي لي ظهرك فأنا ما رح أرجع أبدا، فهمتي؟ ما هيك؟ عن جد خلصت كلامك أستاذ؟ على فكرة أنا ماني مجنونة، أنت واحد، قصدي مانك مهم لأجي ركض لعندك، ماشي؟ مستحيل. لكن روحي، بس انتبهي، انت رح ترجعي لعندي خلال 24 ساعة. امشي. لوين بدك تروحي؟ ليش عم تسأل هالأسئلة كلها؟ بس روح وأنا بقول لك على الطريق. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.